اليوم الأول لانطلاق امتحانات صف السادس الإعدادي، طبعاً أعداد كبيرة اليوم شاركت بالامتحانات، فأبقوا ويانا حتى نشوف الأسئلة شلون كانت، وخلي نشوف معنويات الطلاب، خليكم ويانا. شلون كان أول امتحان لكم؟ والله أسئلة الحمد لله يعني زينة مو كان شنو هي المادة؟ الإسلامية اليوم، أول يوم امتحان سادس. إسلامية أسئلة بسيطة وسهلة، أجواء زينة. كهرباء موجودة يعني خوش خدمات ما شاء الله. خدمات موجودة بجامعة بغداد، كهرباء. كهرباء ما يعني خوش خدمة ومراقبين زينين، ما حد مشدد يعني شيء الحمد لله الحمد لله. زين شنو أكثر شيء متخوفين منه بالامتحانات القادمة؟ والله إنجليزي يعني أغلب الطلاب يعني أكو ناس ما لحق التقراء وصادفت هسه هي امتحان الإنجليزي مال أحيائي صادف يوم عرفات، فكل ظننا كان أغلب الأدبي وأغلب يعني كل صف عبالنا يتأجل يصير ورا العيد، بس هسه طلع القرار الجديد بس الاحياء يعني هيتأجل. شلون المعنويات اليوم؟ لا زين الحمد لله، المعنويات والخدمات موجوده، مكيفات كتبريد ومي، مراعاه المطالب مراعاه كامله. حلو. والاسئله شلون؟ واضحه واضحه ومستمره الاسئله، واضحه الحمد لله ما بها اي صعوبه. مستمره بشنو يعني؟ اسرع من مراعاه الطلاب من ناحيه الاسئله سهله وصعوبه مراعين الطالب بكل النواحي. الحمد لله. زين اريد اعرف منك موضوع قطع الانترنت اثر عليكم انتم كطلاب؟ ياثر علينا كمواضيع لازم نراجعهم، يعني انا كطالب احكي اقرا النت، يعني ما عندي مدرسين فلازم اقعد الفجر اقرا النت ما كرت النت، فهم لازم شو اسوي بهيك حاله؟ هاي شو اسوي؟ لازم اراجعهم، لازم ارجع مني، لازم احفظ الفيديو. يلا يعني كمرشحات تدرسوا هيك شيء؟ لا ما معتمد على المرشحات، على قرايتي وعلى الله. زين موجودة كتب عندك، موجودة ملازم، شنو اللي تقرأه على الانترنت؟ رياضيات وانجليزي. يعني شرح رياضيات انجليزي لازم واحد يشرح لك، مثل الجغرافيا الاقتصادية تحفظها الحفظيات هذي النيتشي. زين سليم الإسلامية ما يحتاج لها الحمد لله الإسلامية زينة، الحمد لله زينة الإسلامية زين الحمد لله. شنو أكثر مادة متخوف من عندها بالامتحانات القادمة؟ انجليزي، انجليزي شوي عربي، مو قص عربي صعب بس شوي طويل، هذا جزئين مو مثل قبل جزء واحد. صار جزئين. اي جزئين. دا اشوف هسه اكثر الطلاب هم يعانون من ماده الانجليزي. انجليزي وعربي، يعني انا اساسي اذا تعرفين ما اعرف شيء الانجليزي. من اخر خصوصي انت؟ ماكو خصوصي، من الاول متوسط لهسه خصوصي ماكو. عنيت وكثير مالله. الحمد لله وشكرا. زين مدرسيكم شلون هم بالمدارس؟ يشرحون؟ مدرسة زيني مدرسين المدرسة، عكس المدرسين الباقي. حاط مدرس خصوصي ما حاط هو مال علاقة، يجي يشرح لك ويسكت. زين وشرح شلون اذا تفتهم؟ واضح الحمد لله وشكرا. شلون اول يوم امتحان؟ والله زين الحمد لله، ابشر بخير، اسئلة سهلة. الحمد لله والشكر. طبعا مادة الإسلامية هي سهلة وطوها كمساعدة والأسئلة جدا واضحة، إن شاء الله مساعدة للطلاب البقية إن شاء الله. إن شاء الله. زين أنت داخل مدرسين خصوصي؟ لا لا ما داخل أي مدرسين. أكثر مادة تعاني منها ومتخوف منها بالأيام القادمة؟ والله التاريخ. تاريخ. تاريخ بي هواي شرح جدا صعب. ملحق التقراش قد الفتره اللي خلوها لكم كمده مراجعه؟ خلونا شهرين يعني نقدر نلاحق بها، بس هو صعب كماده بها شرح هواي صعبه. انت تداوم مدرسه حكومي؟ اي حكومي مسائيه، والمسائيه تعاني دائما كتب ما بيها، ما توصلها كتب للتربيه، وعندنا مدرسين نقص الرياضيات. لحظه شلون انتم خلصتوا هاي السنه بدون كتب؟ اشترينا كتب احنا من عندنا. اشتريتوا كتب ومنازل. مدرسين ماكو، أساعدنا انجليزي ورياضيات نعاني، مدرسين ما عندنا بالمسائي. نعم من يدرسكم يعني؟ شلون تاخذوا الحصص؟ كان المدير وما يلحق، تعرفين المدير عنده شغل بالاداره فما يلحق، اخذنا بس فصلين اتصور، اي فصلين. والباقي عليكم؟ الباقي علينا. وشلون انت درست انت شخصيا؟ عندك مدرسين؟ درست على اليوتيوب. على اليوتيوب؟ اي مدرسين على اليوتيوب اكو حيدر عبد العم. زين شلون طالبتوا حكيتوا ويا الاداره ناشدتوا انه ممكن يخلوا لكم مدرسين يدرسوكم الماده؟ والله ما ناشدنا صراحه، قلنا المدير ما اعرف بعد حكوا ويا التربيه. لا السنه مشت وراح تخلص اصلا، مدرسين ما عندكم؟ مدرسين ما عندنا والله، رياضيات هو كان الانجليزي ابو الخامس جاء السادس يدرس. زين يعني رياضيات قلت لي وانجليزي؟ رياضيات وانجليزي. واصعب مادتين؟ اصعب مادتين ويراد لهن شرح. زين انت شلون راح تقرا بهذا اليوم؟ درست على اليوتيوب انا. على اليوتيوب مسيطر تشوف نفسك؟ والله ان شاء الله مسيطر.